دكتور في إمكانية أنسجل؟ طيب ما عندك أي مشاكل، شكرا. وأشكرك على الاستئذان. طيب اليوم إن شاء الله المحاضرة راح تكون على اللي هو الـ Neurodegenerative Disorders، وإن particular هو الـ على الباركنسون ديزيز. طبعا زي ما كلكم تعرف إنه الباركنسون ديزيز واحد من الـ Aging Disorder. It is a chronic and a progressive neurological disorder. يعني بيبدأ معانا والحالة بتتدهور as we go. يعني كل ما الـ patient كبر عمره، كل ما الـ يعني بيحصل degeneration زيادة. طيب أغلب النيورولوجيكال ديسوردر بيحصل لنا عندنا يعني دامج في certain يعني type of neurons. لما نيجي نشوف اللي هو في الألزهايمر، الألزهايمر بيحصل loss في اللي هو الكولينيرجيك نيورونز، لكن في الباركنسون بيحصل عندنا degeneration في اللي هو الدوبامينيرجيك نيورون. طيب فلما نيجي نقول اللي هو ايش الباركنسون ديزيز او ايش الباثولوجي حقت الباركنسون ديزيز، هو عباره حيحصل عندنا زي ما قلت degeneration في اللي هو الدوبامينيرجيك نيورونز ان سبستانشيا نيجرا بارس كومباكتا. طبعا الدوبامينيرجيك نيورونز اللي موجوده في اللي هو سبستانشيا نيجرا بيكون فيها اللي هو high concentration of neuro melanin، اللي هو وهذا اللي بيعطيها اللي هو البراون كلر هذا. طبعا في ال هذه النيورونز اللي موجوده في السبستانشيا نيجرا بارس كومباكتا هي جزء من اللي هو النيجروستريات الباثوي اللي بيبدا عندنا في السبستانشيا نيجرا وبينتهي في البيوتامين او في الاسترياتم. طيب كايتيولوجي، الاكزاكت ايتيولوجي حقت الباركنسون ديزيز ستيل الوسيف despite احنا بنسوي ريسيرش على باركنسون ديزيز فور اولموست تو سنتشريز. فمعرفتنا باللي هو الاكزاكت ايتيولوجي ستيل ليميتد، لكن وي بيليف انه الميتوكوندريا اللي موجوده في في النيورون از بلاينج ان امبورتنت رول ان الباثولوجي اوف ذا ديزيز. ليش استنتجنا هذا الاستنتاج؟ لانه لو نيجي نشوف اغلب اللي هو الجينيتيك فاكتور او اللي هو الجينيتيك ميوتيشن اللي بنلاقي بتسوي نيورو ديجينيريشن في الدوبامينرجيك نيورون اللي موجوده في السبستانس نيجرا، اغلبها بتاثر على الميتوكوندريا كواليتي كنترول. فعندنا بينك 1، عندنا باركن، عندنا دي جي 1، عندنا اللي هو اللارك، وفي عندنا اللي هي في عندنا انفايرومنتال فاكتور كثيره بتلعب في او بتاثر على او بتؤدي الى المرض. يعني واحد من الامثله عندنا التوكسين، يعني في الثمانينات في كاليفورنيا حصل ديستريبيوشن ل يعني كونتامينيتد هيروين. الهيروين هذا كان contaminated ببيورين compound. لقيوا ان والله يعني لما المرضى هذول او الناس هذول اللي متعاطين الكوك الهيروين لما بيجوا المستشفى اجوا ب typical Parkinsonism. فلقينا انه والله فعلا بيحصل degeneration للدوبامينرجيك نيورون في substantia nigra و as a consequences تبدا تظهر عندنا اعراض الباركنسون. بعد كده احنا يعني لما اخذنا استخلصنا اللي هو المركب بالضبط اللي كان بيسوي لي المشكله، فاحنا حاليا بنستعمله to generate Parkinson's disease in mouse model. هنا زي ما نشوف اللي هو موضوع الانيشي يعني في الباركنسون في عندنا مشكله في الانيشيشن للموفمنت. فعشان كده احنا نشوف انه المريض احيانا يحصل ديلي في اللي هو في الموفمنت انيشيشن او اللي هو الستوب للموفمنت. ف
عندنا أول شيء السيجنال بتوصل لي اللي هو الموتور كورتكس، بتروح للسبستانشا نيجرا، بعد كده بتروح للجلوبس بلدس انترنا، بعد كده الثالاموس. الثالاموس هو يعني الجلوبس بلدس انترنا بيسوي انهيبيشن لي اللي هو للثالاموس عن طريق الجابا، وعندها برضو الجابا بتسوي انهيبيشن لل الموتور كورتكس. عشان اللي هو موضوع التيرمينيشن، خلاص انا سويت الشيء الارادي، مثلا ابغى اخذ الكوب، فاحتاج انا ابدا اللي هي الانيشيشن. حلو، فالموتور كورتكس بس يرسل سيجنال للسبستانشا نيجرا، لكن هي هنا المشكله عندنا انه ما بيحصل يعني اكتيفيشن للجلوبس باليدس انترنا. طيب لما نيجي نشوف اللي هو الباركنسون ديزيز من ناحيه اللي هو التريتمنت، لما نيجي نقول ككيور للباركنسون ديزيز، فاحنا ما عندنا كيور للباركنسون ديزيز، لكن لما نيجي نتكلم كتريتمنت كسيمبتوماتيك تريتمنت، فانا ممكن عندي اللي هو الايرلي ستيج والليت ستيج. طيب لما نيجي نقول اللي هو ايرلي ستيج والليت ستيج، لازم نعرف انه ونس المريض حق الباركنسون بدأت تظهر عليه أعراض الباركنسون ديزيز، فهو already lost 60 to 80% of dopaminergic neuron. يعني يا دوب حيكون باقي له 40 إلى 20% من الدوبامينرجيك نيورون اللي موجودة في السبستانشا نيجرا. فعشان كده ناس كثير بيقول طيب يعني الأبحاث حاليا شغالة إنه طيب how can I diagnose Parkinson disease before the appearance of the symptoms. وهنا هذا صراحة الموضوع التريكي، وهذا الترند في الوقت الحالي، لأنه إحنا عارفين إنه the degeneration in the neurons is irreversible. خلاص once إنه حصل damage it's done, we cannot reverse that damage. من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا عنها كمان حاليا اللي هو موضوع الترانسبلانتيشن لي اللي هو الدوبامينرجيك نيورونز. طيب لما نيجي نشوف اللي هو الايرلي ستيج، في اللي هو الايرلي ستيج يعني انا لا زال عندي 40 ل 20%، فهنا انا ممكن استعمل ليفودوبا وممكن استعمل دوبامين اجنست. لكن في حالات اللي هو في الليت ستيجز اللي هو usually after having received 5+ years of levodopa treatment, فبيبدأ المريض يعاني عندنا من something we call wearing off. يعني إنه ياخد الدواء، الدواء قبل ما يجي اللي هو الجرعة الثانية منه قيده خلاص already wear off. ما أحتاج أخذ الدواء قبل موعده عشان والله يرجع يديني الإفكت، أو موضوع اللي هو الأون أند أوف حنتكلم عنه بعدين إن شاء الله. في الليت ستيج ممكن نستعمل الماوبي والكومت إنهيبيترز. طيب برضو واحد من الحاجات اللي إحنا لقيناها ما شاء الله يعني بتفيد في مرضى الباركنسون اللي هي الريجولر اكسرسايز، سواء بوكسينج، سواء يعني ايروبيك انيروبيك سويمينج اكسرسايز، لقيناها بتفيد. اكثر نوع من اللي هو الاكسرسايز كان بيعطينا افكت، حد يعرف؟ اللي هو كان التانجو دانسينج. تانجو دانسينج كان يعني بيعطي إفكت رهيب. ليش؟ لأنه it's incorporating حلو اللي هو الكوجنيتيف فانكشن عند المريض، لأنه طبعا مرضى الباركنسون بيحصل عندهم decline في الكوجنيتيف فانكشن، ف it's incorporating اللي هو الكوجنيتيف والموفمنت. يعني أنا حروح يمين، فخلاص هو already he is exercising his cognitive function، وبالإضافة لذلك إنه he is exercising the movement. طيب هذا فيما يخص ال introduction. طيب نيجي نتكلم على اللي هو ال كتريتمنت. زي ما قلت أنا هذا رجعت
معلش. نيجي نتكلم على التريتمنت. عندنا أول شيء اللي هو الليفودوبا بريباريشن، عندنا الدوبامين أجنست، في عندنا الام دي اي انتاجونست، في عندنا الماوبي انهبيتور انتي كولينرجيك، والكومت انهبيتور. طيب انا عشان تفهموا اللي هو الموضوع الادويه هذه، نحتاج نعرف هو اصلا كيف بيتصنع الدوبامين وكيف بيحصل له ميتابوليزم. الدوبامين بيبدا عندي من تايروزين، تايروزين يتحول الى الدوبا، الدوبا بيتحول لي الى دوبامين. هذا كله فين؟ هذا كله جوة الدوبامينيرجيك نيورونز. الدوبامين بعد كده يبدا يتخزن انسايد فيسيكلز. الفيسيكلز هذه when it's time to be released، او once انه يحصل activation او stimulation في لي اللي هو البري سينابتيك نيورون، فيبدا يعني تتنقل اللي هو الفيسيكل وتبدا ريليز للدوبامين في السينابتيك كليفت او في الجانجليا، وهنا بيحصل اكتيفيشن لي اللي هو الدوبامين ريسبتور دي 1 ودي 2. وانس انه خلاص ادتني الاكشن، هتحصل حاجتين، يا اما انه هيحصل لي ري ابتيك للدوبامين ويرجع يدخل في اللي هو السينابتيك نيورون ويتخزن جوة فيسيكلز، أو إنه يحصل له ميتابوليزم بتو إنزيمز اللي هو الماو to be precise ماو بي والكومت. فالكومت والماو هم اللي راح يكسروا اللي هو الريمينينج دوبامين الموجود في الجانجليا. طيب just يعني common thing to agree on إنه drugs used to treat Parkinson disease. خلينا كمان don't say treat and say manage اللي هو ال Parkinson disease symptoms، لأنه إحنا فعليا إحنا ما بنعالج المرض. We are just improving the patient quality of life and to reduce the symptom as much as we can. But also they don't stop the progression of the disease, but they can ameliorate the symptoms. طيب Parkinson زي ما قلنا could be managed by أول شيء enhancing اللي هو الدوبامينيرجيك activity، وقلنا كمثال عندنا اللي هو الليفودوبا، عندنا الامانتادين اللي هو the drug that release اللي هو الدوبامين from store from the stores أو the synaptic vesicle. طيب أنا لما أجي أقول drug that release dopamine from its يعني stores، فهنا أنا قصدي إنه أصلاً لازم يكون في عندي stored dopamine عشان أنا يعني أسوي له stimulation أو أسوي stimulation للrelease. Otherwise ما حيكون عندي يعني ما حيكون الامانتادين will be useless. ثالث حاجه في عندنا الادويه الا يعني بي that's prolonging the dopamine يعني action او الدوبامين half life عن طريق preventing of its metabolism. وبعد كده عندنا الادويه الا that mimic the action of dopamine اللي هي الدوبامين agonist. ليه؟ لأنه بتروح على اللي هو الدوبامين receptor وبتسوي له stimulation. طيب أنا لما أقول هنا الدوبامين agonist، فالمفروض إنه هذه الأدوية يعني تكون one of the last choices. ليش؟ عدد الدوبامين قليل ولا؟ لا ما تستغنى أو كلها سايد افكت أو ديبندنس. لا سايد افكت، لأن أنا الدي 1 والدي 2 اللي موجودة هو نفس الدي 1 والدي 2 اللي موجودة في أماكن مختلفة في الجسم، فإي ويل بي أسوشيتد ويذ ألوت أوف سايد افكت. طيب هنا هذه الجزء الأول اللي هو الانهانسينج الدوبامينيرجيك اكتيفيتي. في عندنا نوع ثاني
يسوي reduction للكولينيرجيك activity by using anticholinergic drugs زي البنزوتروبين. وفي عندنا اللي هو أو النيوروترانسبلانتيشن زي ما قلنا هذا موضوع آخر. عندنا برضو الفيزيكال اكسرسايز. طيب نيجي نبدأ في الستار عندنا في الباركنسون اللي هو الليفودوفا. ليش نقول ذا ستار؟ لأنه هذا the first line of treatment in Parkinson disease. فتيجي تقول لي طيب مهند ليش احنا ما نستعمل اصلا دوبامين؟ ليش انا ما اعطي المريض دوبامين على طول؟ احد يعرف؟ للبرين بارير. مشكلة الدوبامين انه جوة البرين ما عندي انا مشاكل. لكن المشكلة انه انا كيف ادخل الدوبامين لجوة البرين. انا في البرين عندي في شيء اسمه اللي هو البلد برين بارير. البلد برين بارير مكون من استروسايت، مكون من بيريسايت وغليال سيلز. ف صعب على اي دواء انه يعدي البلد برين بارير. يعني حتى احنا كفارماكولوجيست او كمتخصصين في موضوع اللي هو الدراج فورموليشن يعانوا في موضوع انه انا how to target اللي هو او how to penetrate blood brain barrier. الدوبامين by itself كان cross اللي هو blood brain barrier بالاضافه لانه ما هو lipid soluble. كمان زياده انه بيتكسر بسرعه. فاحنا احتجنا زي يعني حصان طرواده او فورم تاني على اساس انا ادخل اللي هو الدواء للمخ. ف ليفودوبا صحيح بيحصل له يعني كان كروس اللي هو البلد برين بارير، لكن المشكله انه يعني ما هو كل الليفودوبا بيدخل يعني ما هو كل الكميه اللي انا اعطيتها هي اللي بتعدي المخ وهي اللي بتديني الافكت. ليه؟ لانه اول شيء راح يحصل عندي ميتابوليزم. لازم يحصل عندي ميتابوليزم للدوبا بالدوبا دي كاربوكسيليز عشان يتحول للدوبامين. هذا جوة المخ قيده خلاص دخل النيورون واتحول للدوبامين. لكن قبل ما اصلا يوصل المخ فعندي تقريبا 20% من دي ريزيدوال دوبامينرجيك نيورون، 20% هي اللي بتكون باقيه. زي ما احنا قلنا اول، يعني احنا قلت لكم يجين المريض اوريدي هو هي اوريدي لاست 60-80% اوف دوبامينرجيك نيورون. فانا احتاج يكون في عندي فعلا دوبامينرجيك نيورون عشان انا اقدر احول اللي هو ال دوبا الى دوبامين. لانه هذا الدوباك الدوبا ديكاربوكسيليز ما هو موجود في أي نوع نيورونز تانية، هو موجود في الدوبامينرجيك نيورون. فبالتالي إذا أنا ما عندي دوبامينرجيك نيورون فالماي دراج will be useless. طيب however the disease progress a few number of neurons are capable to take up dopa and convert it to dopamine resulting in decline effectiveness of levodopa which makes sense. انه طبعا انا الادويه اللي انا بستعملها it's not يعني stopping the progression of the disease ولكن اللي بيحصل عندي انه يعني هي بس سيمتوماتيك. فبالتالي البروجريشن حق الديزيز لا زال مستمر. ف as the disease progress راح يبدا يقل عندي اللي هو the ability of the neuron to convert اللي هو ال دوبا الى دوبامين. This indicates that the effect of levodopa depends on the presence.
ما كانت عندي فانكشنال دوبامينرجيك نيورون ما راح يكون عندي يعني افكت للليفو دوبا او الال دوبا. طيب لما نيجي نقول على او نيجي نشوف اللي هو الديس ادفانتجز حقت استعمال الليفو دوبا، عندنا حوالي 5% من الجرعه اللي انا باخذها هي اللي بيستفيد منها المخ، و95% بيحصل لها في المية بيحصل لها ديكربوكسيليشن. ديكربوكسيليشن ليش بيحصل ديكربوكسيليشن؟ لانه انا اوريدي موجود عندي في البيرفري، موجود عندي من قبل ما يدخل اللي هو الليفودوبا يدخل المخ، انا في عندي كومت وفي عندي ماو، الكومت والماو قاعدين يكسروا في الليفودوبا، فبالتالي هو هذا سبب الديكربوكسيليشن اللي بيحصل. ف هذه الديكربوكسيليشن بيحصل في ل 95% من الليفودوبا، و 5% هي اللي بتفيدني زي ما قلت. طيب لما نيجي نشوف اللي هو المشكله هذه الا ما لها حل، مو معقول انه يعني الليفودوبا بيتكسر عندي في البريفيرال تيشو او في اللي هو السيركيليشن بيفور ريتشينج اللي هو البرين. طيب في هذه الحاله انا اي نيد تو انهبيت اللي هو الدوبا ديكربوكسيليز. طيب انا كيف اسوي الانهبيشن للدوبا ديكربوكسيليز؟ في عندي اللي هو الكاربيدوبا اور اللي هو البنزراسايد. الكاربيدوبا والبنزراسايد انهبيت دي بريفيرال ديكربوكسيليشن زي ما قلت. يعني it to reach its desired side action in greater proportion. فبالتالي كمية اللي هو الليفودوبا اللي راح توصل للسايت اوف اكشن او راح تعدي البلد برين بارير راح تزيد عندي. طيب عشان كده بدأت شركات الأدوية تسوي لي كومبينيشنز. يعني هنا عندي هذا الكاربيدوبا مع الليفودوبا in combination. طيب combining levodopa with the peripheral dopa decarboxylase inhibitor اللي هو سواء الكاربيدوبا او البنزرازايد لها فوائد. من اهم الفوائد انه the dose of levodopa can be reduced by 75%. يعني فرضا خلينا نقول انا بعطي مريض ليتس 10 ملي جرام ليفودوبا، وبالتالي انا راح تقل عندي الجرعه اللي انا بعطيها للمريض الى 2.5 ملي جرام. ليش انا بعطيه 2.5 ملي جرام؟ لانه انا اوريدي انا لما كنت اعطيه بيور ليفودوبا حلو بدون اي حاجه كان يوصل 5%. الان ال 95% الباقي بيحصل لها ديكربوكسيليشن، الان انا منعت الديكربوكسيليشن، فبالتالي انا ما احتاج كل الكميه هذه من الليفودوبا تو كروس اللي هو البلد برين بارير وتتحول لي لدوبامين او تو بي ستورد از دوبامين. فانا اقلل الجرعه 75%. The peripheral side effect of levodopa are greatly reduced. عندنا بالإضافة if levodopa is administrated alone it can interact with اللي هو vitamin B. ليش؟ طبعا هذا واحد من اللي هو drug drug interaction اللي بتصير مع هذا الكومبينيشن و يعني مع الليفودوبا. لانه فيتامين بي از يعني او بيسوي يعني انكريز في الاكتيفيتي حقه الدوبا ديكربوكسيليز.
On the other hand, if levodopa is combined with carbidopa, pyridoxine cannot reduce the therapeutic effectiveness of levodopa, since they peripheral decarboxylation of levodopa is already inhibited by carbidopa. فالcombination هذا يعني لو في عندي مريض كان بياخذ فيتامين بي وأخذ اللي هو الليفودوبا ألون، فالليفودوبا راح يتكسر بريت أعلى، لكن في حالة إنه أنا أخذت اللي هو الليفودوبا مع اللي هو الكاربيدوبا أو البنزرازايد، فالميزة عندي هنا إنه يعني ما راح تقل اللي هو الثيرابيوتيك إفكتيفنس للكومبينيشن أو الليفودوبا. طيب نيجي نشوف اللي هو الفارماكولوجيكال أكشن للليفودوبا. ليفودوبا ستور دوبامين كونتنت إن ذا بيزل جانجليا where I actually need it. لأنه أنا قلت لكم على اللي هو النيجرو سيريات الباثوي، سمعتوا عنه قبل كده؟ أيوه. ممتاز. طيب النيجرو سيريات الباثوي الدوبامينيرجيك نيورون اللي تكون موجودة في السبستانشا نيجرا، ما هو كل النيورون، هو بس السيل بادي، السيل بادي اللي انا موجود عندي، لكن الاكسون واللي هو والنيرف تيرمينال موجوده فين؟ يا سلام، في الاستريتم. فبالتالي انا يعني يتخزن عندي في مكان ويفرز في مكان تاني. عشان كده حتى لما نجي يعني هو برا الموضوع يعني في الباركنسون انا لما اجي اشوف اللي هو السرايتم يطلع السرايتم عندي زي كذا، ما في طبعا هذا مصبوغ بتايروزين هيدروكسيليز، تايروزين هيدروكسيليز يعني ماركر للدوبامينرجيك نيورون، لانه الريت ليميتنج ستيب في السينثيسيس حق الدوبامين. فاللي بيحصل انه ما تحصل، ما اشوف عندي اللي هو ما يكون في نيرف تيرمينال كفايه في الـ في الـ في البيشنت. لا احنا ما بنقيس اللي هو نشوف التايروزين هيدروكسيليز قد ما اننا بنسوي اللي هو السي تي سكان على احد عارف دوبامين ترانسبورتر، هو اللي احنا بنشوفه وهو اللي بيعطيني انديكيتور انه هل انا عندي دوبامينرجيك نيورون كفايه ولا بيحصل دي جينيريشن في الدوبامينرجيك نيورونز. دوبامين then act on the dopaminergic D2 receptor in the nigrosiatal pathway to ameliorate the symptoms of parkinsonism and to improve the overall functional ability of Parkinsonian patients. طبعا الدوبامين it doesn't only act on النيجروستريتال pathway، لا دوبامينرجيك نيورون برضو it has a role في اللي هو الميزوليمبيك pathway والليمبيك pathway والCTZ. طيب نيجي نشوف اللي هو السايد افكت. اول قلت لكم موضوع الاون اند اوف، ايش حكاية الاون اند اوف؟ الاون اند اوف يعني انه دي الافكاسي حقت الدواء بدأت تقل،
بدأت تقل لي لأنه بدأ يحصل ريدكشن في اللي هو في الهاف لايف حق الدوبامين. يعني ابدأ يحصل له very short half life من ساعة إلى ساعتين. طيب لما تحصل عندي المشكلة هذه حلها إنه أنا أقول للمريض والله يعني on and off إنه أنا ممكن أقول للمريض إنه والله إحنا نحتاج ناخد شيء اسمه drug holiday، يعني نريح من الدواء أسبوع أو 5 أيام ونرجع ناخده. يعني اللي بيحصل كأنه بيحصل desensitization لي اللي هو الليفودوبا. وانس إنه ياخد اللي هو الهوليدي هذه كأنه بيحصل يعني ريستور لكل اللي هو الفانكشن. يرجع المريض بعد 5 أيام يرجع يبدأ في الدواء ويبدأ بشكل طبيعي ما عنده أي مشكلة. طبعاً هذه المشكلة اللي هو الـ on and off لقينا إنه ممكن تنحل بموضوع اللي هو الـ combination مع الكومت inhibitor زي الـ انتكابون that inhibit اللي هو the degradation of dopamine. بالإضافة إلى ذلك واحدة من الحاجات اللي لقيناها بتحصل كثير مع اللي هو الليفودوبا اللي هو موضوع الديسكنيجا. الديسكنيجا إنه والله بتحصل abnormal voluntary يعني movement بشكل ما هو طبيعي. يعني هي voluntary movement لكنها abnormal. عندنا بعد كده اللي هو النوجيا والفاميتنج، وزي ما قلنا أول يعني زي ما تعرفوا إنه بيحصل عند الليفودوبا قلنا بيسوي اكتيفيشن للسي تي زي أو الكيمو تريجر زون في الميدلا أوبلونجاتا. This effect is characterized by co-administration of food and preferred dopaminergic antagonist with الليفودوبا. يعني أجي أدي المريض ممكن دومبريدون مع اللي هو الليفودوبا في هذه الحالة أنا راح أوقف اللي هو موضوع الناجي والبامتين. بعد كده في عندنا اللي هو الموضوع التاكيكارديا. تاكيكارديا أنا في عندي دوبامينرجيك نيورونز دوبامين ريسبتور موجودة في الهارت، فلما بيحصل اكتيفيشن أو ستيميوليشن للدوبامين ريسبتور هذه فهي اللي بتسوي لي التاكيكارديا. السايكولوجيكال سايد افكت ماي ليد تو ذا اوفر اكتيفيتي اوف دوبامين في اللي هو الليمبيك سيستم. ممكن يسوي اللي هو السكيزوفرينيا لايك سايد افكت. بالاضافه لذلك في الاندوكرين سيستم او اندوكرين سايد افكت انهب ليفودوبا انهبيت اوف برولاكتين سيكريشن. ليه؟ لانه بيشتغل على اللي هو الدوبامين ريسبتور الموجوده في التيبرولو هايبر فيزيال سيستم. اخر حاجه اللي هو موضوع اليورين والسلايفا والسويت. لاحظنا انه والله بيحصل يعني داركنس لي اللي هو السكريشنز هذه، فتبدا ريديش وممكن تتحول الى بلاك ايش افتر اللي هو الاير اكسبوجر. طيب لما نيجي نشوف اللي هو الدرج درج انتر اكشن، احنا زي ما قلنا اول الليفودوبا والانتر اكت مع اللي هو الفيتامين بي، لانه الفيتامين بي قلنا اكسلريت اللي هو الدوبا دي كاربوكسيليز اكتيفيتي، وقدرنا انه يعني ممكن نقلل موضوع اللي هو
الانتراكشن اوف فيتامين بي مع الليفودوبا عن طريق استعمال الكومت انهيبيتر. بالاضافه لذلك انه لما اجي اعطي انا المريض الليفودوبا مع الماو انهيبيتر لقينا انه ممكن المريض يدخل عندي في هايبرتنسيف كرايسيس. ليه؟ لانه الماو انهيبيتر انا لما اسوي انهيبيشن للماو فامنع سيلكتيف في حكايه نوع الماو اللي انا بسوي له انهيبيشن. انا عندي تو ماو، عندي الماو اي وعندي الماو بي. الماو بي سميناه بي لانه موجود في البرين، لكن الماو اي اللي هو موجود اوتسايد ذا برين. فانا لما ازود كميه او اسوي انهيبيشن للديجريديشن اوف ليفودوبا، فبالتالي المريض اللي بياخذ ماو انهيبيتور مع الليفودوبا ممكن يدخل في هايبرتنسيف كرايسيس. ليه؟ لانه انا حتزيد عندي اللي هو موضوع حيحصل اكيوميليشن للكاتيكولامينز. بالاضافه الى الانتي سايكوتيك، طبعا الانتي سايكوتيك باي ذيم سيلفز بعضهم ممكن يسوي لي باركنسون لايك سيمبتومز، فما بالك لما انه انا يكون عندي مريض يعني عنده باركنسون او مريض بياخذ ليفودوبا، فايش اللي حيصير في المريض؟ طيب بعد كده عندنا اللي هو الدوبامين اجنست. كمثال عليه عندنا الروبرينول. دوبامين اجنست may be used as an initial therapy in patient with mild parkinsonism or as add-on therapy for patient with more severe disease. الدوبامين اجنست may delay the need for levodopa therapy in early patients. ليه؟ لانه انا اللي احتاجه كله انه والله اسوي ستيميليشن للدوبامين ريسبتور. لكن ليت ستيج بيشنت may be able to decrease اللي هو levodopa dosing if dopamine agonist is added. طبعا زي ما قلنا هنا بسبب انه والله انا بيحصل عندي ريدكشن في النمبر اوف دوبامينرجيك نيورون، فبالتالي الافكاسي حقت الليفودوبا راح تقل. فهنا يجي دور الدوبامين اجنست. طيب كيف بتشتغل؟ دي دايركتلي ستيميليت اللي هو الدوبامين ريسبتور، ما في ميتابوليك كونفرجن. سو اللي هو الدواء الانست حق الدواء ما حيكون عالي زي الليفودوبا. ليه؟ لانه الليفودوبا لازال لازم يدخل النيور اول شيء، لازم ايوه لازم يدخل النيورون بعدين او يعدي البلد برين بارير بعدين يروح النيورون بعدين يحصل له كونفرجن او ميتابوليك كونفرجن من ليفودوبا او الدوبا الى دوبامين. هنا no metabolic conversion required. حتى لما نيجي نتكلم على الهاف لايف، الدوبامين اجنست زي الابومورفين له لونجر هاف لايف دان ذا الدوبا. بالاضافه الى انه كان ديكريز او ديلي ذا اونست اوف ديسكينيجيا اور موتور فلكتويشن. طيب انا ليش ممكن استعمل الدوبامين اجنست قبل اللي هو الليفودوبا، او ايش الديس ادفانتج حقت الدوبامين اجنست اوفر الدوبامين اجنست؟ اول شيء انه ما بيحصل اللي هو موضوع البايو ترانسفورميشن، لانه البايو ترانسفورميشن متعب في حكايه الميتابوليزم، ميتابوليزم ان ذا بيرفري اند ميتابوليزم ان ذا برين، موضوع اللي هو الكونفرجن انسايد ذا نيورون. لكن هنا انا ما احتاج النيورون، انا على طول انا بسوي الدواء بيسوي stimulation لل او activation للريسبتور. وزي ما قلنا ما بتحصل اللي هو موضوع الcompetition with other substances. absorption rate decrease in patient with patient has a full stomach. ك side effect ممكن المريض يعاني من عندي من hallucination, peripheral edema, somnolence, way compulsive behavior.
طيب ناخذ كمثال على اللي هو الدوبامين اجونست اللي هو الابومورفين. الابومورفين في له ستراكشرال سيميلاريتي مع اللي هو الدوبامين، طبعا تم اكتشافه في 1890 فور اسيديك تريتمنت اوف مورفين وي ريكواير بارنترال ديليفري. طيب لما نيجي نشوف الانديكيشن، الانديكيشن بنستعمل الابومورفين in acute and intermittent treatment of hypomobility. لما المريض يدخل عندي في اللي هو on and off يعني period، أنا ممكن أضيف اللي هو يعني الابومورفين as an adjunct to other medication. طيب الكونترا indication، الكونترا انديكيشن يعني اللي عندنا اللي هو موضوع الهايبر سنسيتيفيتي، في حال البيشنت كان عنده كان اليرجيك للابومورفين، ففي هذه الحاله نشوف اذر الترناتيف. طيب بعد كده عندنا اللي هو الماو انهيبيتور، لسه باقي عندي تلت ساعه صح؟ ايوه. طب في اي احد عنده اي سؤال سو فار؟ ما في؟ طيب تمام. طيب لما نيجي نشوف اللي هو الماو انهيبيتور، الماو انهيبيتور بيسوي انهيبيشن للمونو امين اوكسيديز عشان يمنع اللي هو يعني انه يكون يتكون عندي inactive compound او يحصل عندي اللي هو الميتابولايت. ف زي ما قلت اول انا في عندي two types of MAO، عندي الماو A والماو B. MAO B is the one primary responsible for the metabolism of dopamine. هذه اللي هو الدوبامين عن طريق اللي هو الماو بيتحول الى داي هيدروكسيفينايل اسيتيك اسيد او الدوباك، وبيعطينا اللي هو الهومو فينيليك اسيد او الاتش بي اي. ماو بي بريك داون دوبامين within the central nervous system. So الماو بي ما هو موجود outside the central nervous system. Inhibition of MAO-B decrease the increase the dopamine level and function because of increased dopamine activity within the CNS potential for increase اللي هو الدوبامين side effect. ف يعني لما نيجي نشوف في يعني as an example of MAO-B inhibitor في عندنا اللي هو السيلاجيلين. السيلاجيلين used to treat اللي هو early stage of Parkinson's disease and senile dementia. In normal clinical dose it is selective irreversible MAO inhibitor. هذا في ايه؟ في حالة انه اعطينا normal clinical dose. لما نتكلم عنها شوية دحين. In late stages of Parkinson's disease, selegiline is added to levodopa to prolong and to enhance its effect. فبينفعني في حكاية اللي هو موضوع الـ efficacy والـ duration of action. طيب هنا اللي هذا أنا كنت بقول عليه. Therapeutic dose أو at low dose راح يكون عندي selegiline as MAO-B inhibitor. لكن إذا أنا زودت الجرعة عن 10 ميلي جرام فهنا الماو أو السيليجيلين will become a non-selective بالإضافة إلى أنه رايح يعطينا اللي هو السيليجيلين active amphetamine-like metabolite. طيب أنا في عندي دوايين اللي هو الماو إنهيبيتور، في عندي السيلاجيلين وفي عندي الريزاجيلين.
Resergelin is a precise has a precise يعني its precise mechanism is not fully known but it might contribute to increase اللي هو البلازما ليفل due to inhibition of الماب. Although thought to be MAO-B selective lacking package with non-selective dietary and drug restriction. طيب بعد كده نيجي لي اللي هو الكومت انهيبيتور او الكوال ميثايل ترانسفيريز انهيبيتور. زي ما بنشوف قلنا انه في وجود الماو الدوبامين راح يتحول الى دايهيدروكسي فينال اسيتيك اسيد، لكن في وجود الكومت راح يتحول الى ميثوكسي تايرامين، والميثوكسي تايرامين باللي هو الماو راح يتحول الى هوموفينيليك اسيد، والدايهيدروكسي فينال اسيتيك اسيد في وجود الكومت راح يتحول برضه الى هوموفينيليك اسيد. فمهما اختلف اللي هو السيكونس للميتابوليزم لكن في النهايه حيدينا اللي هو الهوموفينيليك اسيد. طيب ايش الامثله اللي هو الكومت انهيبيتور الموجوده عندنا؟ في عندنا اللي هو الانتاكابون والتلكابون، وفي عندنا بالاضافه لذلك في عندنا كومبينيشن الليفودوبا مع الكاربيدوبا مع الانتاكابون اسم هذا الستلفو. طيب لما نيجي نشوف الكومت انهيبيتور in the presence of DOPA decarboxylase inhibitor اللي هو الكومت is the major metabolizing enzyme of levodopa. ليه؟ لأنه أنا طالما وقفت الجهة واحدة وقفت الماو راح يحصل عندي اللي هو activity للكومت. Effect of medication thought to be due to increased sustained plasma level of levodopa. وزي ما قلنا عندنا هذه الأمثلة الانتاكابون والتلكابون. Precaution should not be given with non-selective MAO inhibitor. نقول ما ينعطى مع النن سيلكتيف ماو انهيبيتور. ليه؟ لانه راح تحصل عندي يعني سيل من اللي هو السايد افكت، يعني ما راح يتكسر عندي اللي هو الكاتيكولامين سواء دوبامين سواء نورابينفرين سواء اسيتايلكول كلها راح تبدا تتجمع عندي والبوتنشيت اللي هو السايد افكت للليفودوبا. بينما التولكابون في بلاك بوكس وورنينج، يعني انه والله ممكن تحصل سايد افكت وي دونت نو اباوت، فهذا اللي هو البلاك بوكس وورنينج. وبالاضافه الى انه وي نيد تو مونيتور اللي هو الليفر فانكشن. طيب بعد كده عندنا اللي هو الامانتادين. الامانتادين انتي فايرال. كيف بيشتغل exactly احنا ما احنا عارفين، لكن المتوقع انه بيشتغل عن طريق اللي هو الـ NMDA receptor blocking. بالاضافه لانه have a weak dopamine properties. طيب الامانتادين decrease اللي هو glutamatergic output from the substantia nigra. لما نيجي نشوف كهاف لايف الامانتادين has a 2 to 4 hours half life. Medication is excreted mostly unchanged in the urine. كسايد افكت عندنا بيسوي ممكن hypotension, hallucination, sedation in addition to dry mouth. وممكن تحصل عندنا rare side effect. كمثال عندنا اللي هو الليفيدو ريتيكولاريس زي ما احنا شايفين في الصوره اللي عندنا هنا. طيب لما نيجي نشوف اللي هو الانتيكولينرجيك افكت انتيكولينرجيك ايجنت
في عندنا اللي هو البنزوتروبين داي هيكسفينيديل والدايفين هيدرامين، هذه كلها بتشتغل على as a cholinergic antagonist. ف they have a potential benefit for tremor but it has a little or no side effect على other symptom للباركنسون زي الريجيديتي والبريديكينيجا. prominent side effect dry mouth, sedation, mood change. بالإضافة إلى أنه يعني ممكن it can worsen الحالات المرضى اللي عندهم prostatic enlargement و it cause an obstructive GI disease. طب ليش كل الحاجات هذه بتحصل؟ dry mouth, sedation, mood changes, increase intraocular pressure. إنها أنت كولينيرجيك. ببساطة هي بتسوي يعني blocking لي اللي هو الكولينيرجيك ريسبتورز، فبالتالي it will worsen اللي هو هذه السيمتومز. طيب anticholinergic drugs are less effective than levodopa and can diminish mainly اللي هو التريمر and to be lesser extent the rigidity and bradykinesia. فبالتالي the use of anticholinergic drug as a supplement treatment with levodopa يعني ما أقدر أستعملها ك primary therapy في حالات اللي هو ال Parkinson unless the patient couldn't tolerate اللي هو الليفودوبام أو خلينا نقول to be precise couldn't tolerate the side effect associated with الليفودوبا أو كان الليفودوبا contraindicated مع ال أو كان contraindicated للpatient. بالإضافة لذلك إنه اللي هو ال Parkinsonian patient who cannot benefit from levodopa because of non-functional dopaminergic neurons. يعني إنه والله خلاص حصل degeneration بكمية مرة كبيرة إنه خلاص ما عاد الخلية أو النيورون cannot store cannot convert اللي هو الليفودوبا. فبالتالي هنا يعني ممكن أنا I can use اللي هو الأنتيكولينيرجيك drug instead of levodopa. عندها برضو في حالات اللي هو الباركنسونيوم patient receiving central dopaminergic antagonist أو كان بياخد antipsychotic. طيب كسايد افكت قلنا عندنا اللي هو الدراي ماوث، عندنا البلورد فيجن، وعندنا الكونستيبيشن بالإضافة إلى اليورين ريتينشن والجلوكوما. طيب هنا هذه بس كمراجعة بسيطة للي احنا اتكلمنا عنه اليوم. قلنا أنا عندي ليفودوبا، ليفودوبا ما يعدي البلد برين بارير، فبالتالي راح يتكسر بالكومت والدوبا دي كاربوكسيليز. الدوبا دي كاربوكسيليز راح تحول اللي هو الليفودوبا الى دوبامين. في الاخير انه ما راح يعدي اللي هو البلد برين بارير، عشان كده انه والله احنا ممكن او ممكن يعني قلنا 5% هي اللي بتعدي فقط، لكن انا ممكن استعمل كاربيدوبا وممكن استعمل اللي هو الانتاكابون تو انهبيت الدوبا دي كاربوكسيليز وتو انهبيت الكوم. ولما اجي استعمل احد هذول I have to reduce اللي هو الليفودوبا دوز by 75%. once انه اللي هو الليفودوبا يدخل راح يتحول عن طريق اللي هو التيروزين هيدروكسيليز الى دوبامين، دوبامين راح يتخزن ويعطينا الاكشن على الدي 1 والدي 2. لكن انا لازال عندي ماو وكومت موجودين في اللي هو الانسايد ذا برين، ف
فأنا ممكن أسوي إنهيبيشن للماو عن طريق السيلاجينين أو الريزيجلين، أو ممكن أسوي إنهيبيشن للكومت عن طريق أو التولكابون. وآخر حاجة إن والله أنا أعطي دايركت أجنست للدوبامين ريسبتور. طبعا هذا الانيميشن وهذا سامري، هذه فيجر بشكل سريع. الالزهايمر ديزيز اوكير ديو تو اي لوس اوف كولينرجيك نيورون، فبالتالي راح يحصل عندنا اكيوميليشن لامايلويد بيتا ونيوروفايبرالي تانجلز، كلها راح تؤدي الى الكولينرجيك نيورون ديجينيريشن. طيب ايش الايم لي اللي هو الالزهايمر تريتمنت؟ The aim of treatment is to increase acetylcholine or to decrease اللي هو ال NMDA glutamate receptor in the brain. طيب ايش انا ممكن استعمل؟ ممكن استعمل acetylcholine esterase inhibitor زي ال دوبينيزل، وممكن نستعمل اللي هو ال NMDA receptor antagonist زي الميماتين are thought to be، بالإضافة إلى عمله ك partial antagonist have a neuroprotective efficacy. طيب هذه summary ل الأدوية اللي أتكلمنا عنها في اللي هو في الباركنسون، بالإضافة إلى الأدوية اللي استعملناها في الزهايمر ديزيز. طيب في أي أحد عنده أي سؤال؟ دكتور ممكن بس رحنا لل on off ال on off on off. طيب ببساطة من اسمه on off يعني الدواء ممكن يشتغل معايا حلو let's say إنه الهاف لايف حقة الدواء 10 ساعات، تمام؟ أخذت أنا الدواء، المفروض أخذته خلينا نقول الساعة 12 في الليل، المفروض الدواء يقعد شغال عندي إلى الساعة 10 الصبح، مظبوط؟ لكن اللي بيحصل عندي إنه الدواء مثلا الساعة 5 والساعة 6 الدواء ما عاد صار شغال، بدأت تطلع ترجع أعراض اللي هو الباركنسون، بدأت تزيد الرعشة، الديسكنيجا، الفريزنج جيت. طيب في هذه الحالة إذا والله إنه أنا بديت ألاقي لا إنه الموضوع يعني بديت بستة ساعات ممكن بعد 5 ساعات يوقف الدواء، فهنا أنا أعرف إنه بدأ يحصل ديسنسيتايزيشن أو بدأ يحصل إنكريز للديجراديشن حق الليفودوبا، فهنا أنا لازم أوقف الدواء، يعني أخذ أنا الدراج هوليدي اني انا اسيب الدواء فتره وارجع استعمله، ارجع استعمله ولا كانه كان في اي شيء قبلها ب5 ايام. فهي هذا الموضوع الاون اند اوف، اتمنى يكون واضح. دكتور اتفضل. في أدوية تمنع الريابتيك زي ولا مساهم ميكانيزم ولا لا؟ في عندي أدوية تمنع الريابتيك، بس إيش الفائدة؟ مو أنا في عندي ستيل كومت وفي عندي ماو، مو هو اللي بقولنا إحنا الإكسس اللي بيكون موجود عندي الإكسس راح يتكسر بالكومت وبالماو. وغير كده أنا طالما عندي degeneration حلو، فالمفروض إنه عدد النيورونز يكون أقل، فعدد اللي هو الدوبامين ترانسبورتر اللي بتنقل اللي هو الدوبامين من السينابتيك كليفت أو من الجانجليا إلى اللي هو البريسينابتيك نيورون يكون أقل. لكن أدوية تمنع الريأبتيك في أدوية تمنع الريأبتيك، بس ما نستعملها في الباركنسون لأنها هتمنع الريأبتيك حق كله، ما في أدوية كذا يعني سيلكتيف
على الدوبامين ترانسبورتر. تمام تكسر الكلام. الله يعافيك إن شاء الله. أي سؤال تاني؟ بسأل واحد. أتفضل. لا أسأل ما عندي شيء أنا. طيب هي تشتغل على الدي 2 بس ولا برضو الدي 1؟ طالما إنه ليف دوبه فراح يشتغل على الدي 1 وراح يشتغل على الدي 2 راح يدينا إفكت عنهم كل عليهم كلهم. ممكن منطقة المنطقة تانية يعني يحصل يعني اللهم صل على سيدنا محمد يحصل أو نوع الريسبتور يختلف عندي. ليه؟ لأنه زي ما كلكم تعرف في مناطق يزيد فيها ريسبتور عن ريسبتور تاني. لما نيجي نتكلم على الهارت أجي أقول لك والله دوبامين ريسبتور in the heart تقول لي دوبامين ريسبتور أنا لا أعرف يا أخي مين للهارت في بيتا 1 ريسبتور. أقول لك صحيح مين لبيتا 1 لكن لازال في عندي أنواع تانية. فيس that's it. سؤال إضافي. أعطيك العافية. أعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيكم يا رب إن شاء الله. موفقين. ومعليش إذا أنا قاعد أتكلم بسرعة أنا بحاول يعني كونتنت كبير وبحاول to finish within time. ف بس إنه إذا في أي أحد عنده أي سؤال أو أي استفسار صفحة. هذا إيميلي يعني I'm good with email فإن شاء الله أرد عليكم على طول في اي سؤال او اي استفسار تحتاجه. واصلا الايميل انا هي نسيت اني انا حاطه هنا فيس. خلاص باذن الله موفقين ان شاء الله. سر ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم في نفس الوقت ان شاء الله. والشباب اي حد عنده اي سؤال ترى انا الدور الثاني اطلع ومهند المخلافي واي احد حيدلك ان شاء الله. جزاك الله خير يا دكتور ما تقصر. الله يحفظك يا رب ان شاء الله. بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. في امان الله.